عمره لو كانوا جابوا بابا حته واحده كان ممكن نسامح، كان دول جابوا بابا قطعه، كان دول جابوا بابا قطعه. مفيش تصالح ولا في عقد تصالح ولا في نيه للتصالح. مفيش تصالح ولا في عقد تصالح ولا في نيه للتصالح. بنلتمس التصريح باستقرار شهادة إصدار الإفتاء المصرية عن إصدار الدية الشرعية المقررة شرعا في الحكم الخطأ في تاريخ كامل الواقعة ويوم 11/8. أما عن الطلب الثاني التصريح باستقرار شهادة من مصلحة كاملة والمصوغات والموازين عن سعر كيلو الفضة عيار 9.99. سيادة الرئيس النهارده بداية احنا في قضية قصر خطأ ولكم في رسول الله أسوة حسنة فدية بأمر الفضة شرعا، فاحنا بنلتمس من الهيئة المحترمة اللي احنا في تفاوضنا مع الأهلية المجني عليه بقدر استطاعتنا تكون في حدود إمكانياتنا. واحنا بنلتمس بقى مصرف شيف مصرف لصالح اهليه المبني عليه لاداء حسن نيه المتهم في التصالح. واحنا يا ريس فوجئنا بان في هناك طلبات يعجز عنها المفاوض عن المتهم، يعجز عنها تماما ان هو يستطيع ان يلبيها او يتجاوب معها، فاحنا بنلتمس ادلاء سبيل المتهم حتى يتمكن بشخصه من التفاوض في هذا الامر لانه كان امر غلفي جدا. نلتمس عدالة ورحمة الهيئة المحترمة نظرا لظروف الدعوة وحضراتكم الأعلى ونتعلم من الهيئة المحترمة دائما، وأنتم خط الدفاع الأول للوطن المصري وللمواطنين وللمتهم سيد الرئيس. سمعتم الصوت؟ الصوت يا حضرات. لا في عقد تصالح ولا في تفاوض عن التصالح، يكفي ان انا اقول لعدالة المحكمة الموقرة ابن القاصرة روان احد المجالس قال يا عم لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح، كان دول جابوا بابا قطعة. مفيش تصالح ولا في عقد تصالح ولا في نية للتصالح. بس انا رحت على الوزير. شكرا.